أهلا بكم في هذا الفيديو القصير والسريع من داخل قاعة العرش، وهي القاعة اللي كان يجلس فيها السلطان والحاكم بقصور النصريين ملوك بني الأحمر. معنا الآن صديقين من المملكة العربية السعودية، أشقاء عرب، راح نسألهم، نوصل الميكروفون ونسألهم على انطباعهم وهم الآن في هذه اللحظات في القصور الحمراء، نشوفوا انطباعهم وشعورهم وش يحسوا في هذه اللحظات. معليش أنا نمسك الميكروفون، عرفني بنفسك. معك رويشد الدوسري، السعودية. منين بالضبط؟ من المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية. والأخ ماجد العبيدي من المنطقة الغربية. احنا نعتز بالسعودية وكل أهل السعودية على عيننا وراسنا. طيب معليش سريعا نبدأ بك أنت أولا، انطباعك وشعورك في هذه اللحظات. صراحة شعور عظيم بوجودك هنا في هذا القصر، وأنه كان أحد ممتلكات المسلمين المسلوبة من قبل المسيحيين. يخالط الشعور بالحزن أنها شيء ضاع مننا، بين أيدينا كان وكانت قوة هائلة وعظمة وأشياء تمكننا أن نسويها في وقت قصير، ولكن كل هذا سلب يعني من المسلمين. فهو شعور مخالط، أنه شعور عظمة المكان وشعور التخطيط اللي كان فيه وتطور ذاك العصر والحضارة اللي وصلنا فيها، وشعور الحزن يخالط شعور الحزن اللي إن هذا كله سلب منا في غضون شيء بسيط مرة. وهذا ما قالته لي أخت سعودية صورنا معها في جامع قرطبة، راح ربما نعطيكم القناة بعد قليل تشوفوا الأشياء اللي خدمناها في الأندلس. أخت سعودية من الشقيقة يعني قالت لي شعور بالحزن ونحن في جامع قرطبة اللي يسمى جامع كاتدرائية قرطبة. الأخ أنت ما هو شعورك في هذه اللحظات؟ والله حنا فرينا على جنوب إسبانيا اللي هي الأندلس، وكل ما نروح كنيسة اللي يكون أصلها مسجد، يعني من غير ما تعرف أنها كنيسة تشوف القبة والمأذنة تعرف أنها مسجد مباشرة. فهذا شيء يحزن والله. هذه أول زيارة لكم؟ أكيد هذه أول زيارة. ممتاز، جيد. يعني أنا هذه ثالث زيارة ما شاء الله، وقررت هذه المرة، يعني كانت واحدة في شهر إبريل 2017 وواحدة في شهر رمضان. يعني لكم أن تتخيل لما تكون زيارة خلال شهر رمضان الكريم، وكيف يكون الشعور، وكان وقت غروب، كنت داخل من على قصور المصريين، وكان إحساس لا يوصف. أنا والله سعيد بهذا اللقاء السريع، ومانيش حاب نعطلكم، يعني نخليكم الله يسلمكم. وأنا طبعا كل ما أجد أو ألتقي أحد من السعودية أو من إخواننا من الخليج أنا أعتز كثيرا. أنا طبعا زرت المملكة وجيت للرياض وزرت جدة وأماكن كثيرة. تحياتي لكم وجولة ممتعة، وإن شاء الله نكون فخورين ومعتزين على الأقل هذا جانب من الجوانب المشرقة في تاريخنا. ولا لا توفقوني في هذا؟ شوف العمران، والله شوف العمران والتشييد، يعني صراحة تفاصيل دقيقة جدا في ذاك الزمن، صدقني أنها تصعب هذه الأيام، يعني ما حد يصدق يقدر أن كنا نسوي مثل هذا قبل بإذن الله لن أكرر. قبل ألف وأكثر من ألف سنة، يعني ألف سنة وحاجة. صحيح، شكرا جزيلا، وتحياتي وسلامي لإخواني في السعودية. إن شاء الله، مع السلامة. إذن كانت هذه هي إحدى الفيديوهات القصيرة اللي عملناها مع أشقائنا وأهلنا في السعودية، ونحن نعتز بهم. يعني شفتوا الانطباع والشعور بال، يعني مشاعر تمتزج بين الفرحة وبين الحزن، وهذه اللحظات اللي تهمني أنا، لأنه بصراحة المعلومات موجودة في الانترنت ممكن تشوفوها، ولكن مثل هذه اللحظات لا تحدث إلا قليلا في العمر. كنت سعيد جدا بهذا اللقاء اللي راح تشوفوه على صفحة قناتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى إن شاء الله، ونستكمل جولتنا بقصور الحمراء وتحديدا بقصور ملوك بني الأحمر النصريين.